السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هكلمك على ثلاث حالات بتعمل لونج اي مش موجودة او محدش بيتكلم عنها كتير. احنا عندنا اربع حالات اساسية للونج اي، وفي ثلاث حالات فرعية بتعمل لي الحالات دي. يعني في كلمات معينة احنا محتاجين الطفل يعرفها. الحصة دي كانت من كورس الفونكس رقم 14، بنعرف الطفل فيها قراءة الكلمات الصحيحة او النطق الصح عشان يكون مهيئ لمنهج جديد. تمام. منها حاجه اسمها ستارت اي. يعني ستارت اي في كلمات معينه الحرف الاي في اول الكلمه بنطقه اي مش ا، زي كلمه ايه، ابريل، انجل، ملاك، الين، كائن فضائي، ايرابيك، الماده اللغه العربيه اسمها ايرابيك مش ارابيك، ايرابيك، زي كلمه ايبل، كلمه انشنت، السي اي اي هنا بتعمل شط، انشنت. كمان من الحالات دي الاي اي، الكلمات دي بس بتعمل لونج اي، زي كلمة جريت عظيم ما اسمهاش جريت، جريت، زي كلمة بير، زي كلمة بير، بير يعني دب وبير يعني كمثرى، ويبن سلاح، والاو هنا ما بنطقهاش، ويبن او بنطقها شورت اي، ويبن، زي كلمة بيرر اللي هو حامل الرسالة. كمان الاي واي في كلمات معينة بتعمل لي لونج اي، الاي واي، زي كلمة ذي، هنا الاي واي بتعمل اي، ذي، زي كلمة جراي يعني رمادي، زي كلمة obey يطيع، زي كلمة survey يعني استبيان، زي كلمة pray يعني فريسة. خد بالك الثلاث حالات دول، لان كله بيقول greet وبير وايب وابريل وانجل والين او الين او ارابيك، لا انت اللي هنا لونج ايه. هنا جمل عليهم the rain will make Hannah late، the rain will make Hannah late، Jane baked the cake for his pet، snakes chase rats، I was born in April. I like Arabic. She has a great job. She has a great job. She complained about her weight, but she ate the cake anyway. Way. EIGH بتعمل لونج A هنا، والAY بتعمل لونج A. ده كان من كورس الفونكس رقم 14. إن شاء الله في كورس بإذن الله هيبتدي بعد رمضان، بعد رمضان و10 أيام العيد أجازة، وكمان امتحانات رابعة وخمسة، هنبدأ على طول الكورس إن شاء الله. الحجز شغال دلوقتي بإذن الله تعالى، هنعرف كل الحالات اللي زي دي واللي غيرها، واللي تخلينا نعرف نقرأ والكلمات والجمل والقصص في المنهج الجديد، لأن المنهج الجديد معروف إن هو كل درس فيه قصة ورا، ابتداء من تالتة الرابعة الخامسة كل درس فيه قصة ورا. الكورس إن شاء الله هيبدأ بعد أجازة العيد، وهنشتغل فيه على خمس مستويات، كل قواعد القراءة والكتابة اللي تهيئ الطفل للمنهج الجديد. ابعت رسالة على رسائل الصفحة أو واتس على الرقم ده عشان اعرفك في التفاصيل، وناخد الخمس مستويات ونهيئ الولد ليه او البنت، او لو انت معلم او معلمه وحابب تطور من نفسك وحاول تشتغل بالطريقه دي عشان تلاقي نتائج وده الصح. ابعت رساله واقول لك كل التفاصيل. والسلام.